اللي حملتيها نسيتي؟ فهمتي وين جبتي انا؟ شنو نقول لك انا؟ فين حملتك انا؟ كيفاش فين حملتيني؟ حمدوني يبقى والله لها انا القطاط هيك. خوت الناس اللي تبغي تفرح على الفلوس من الانترنت، اليوم جبت لكم السيت ديال وان اكس بيت، غتلقاو اللين في اول كومونتيرات اللي تسجل بالكود برومو ديالي اللي هو او تي 88، غيربح 130 دولار اللي هي 1300 درهم. ملي غتدخل تما اللي ما تيعرفش يتسجل غيدير في يوتيوب طريقه التسجيل في السيت وان اكس بيت، وغادي تدخل غادي تراهنوا على الماتشات اللي جايين من هنا لقدام، غادي تربحوا 1300 درهم بعدا في الكود برومو ديالي، ومن بعد تربحوا بزاف اخوتي. اللي من تحت 18 عام بلا ما يغامر ويدخل، وما تردوا البال تقدر تخسر. شكرا اخوتي عزيز، تسلموا لي فرا. لا 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 مشوش لا، هات ولا الوان. غير ملي ماتت عائلتي، ماتوا عائلتي صافي، جيت سكنت معاك انت واختي، درتو فيا ما بغيتو بجوج. المهم اختي راه مراتي انا وهي دبر راسها، بعدي من دلنا انايا. كيفاش دبر راسي؟ هذيك راه مرتك، انا حامله بولدك، شاب عقلك ولا لا؟ قلت لهم تكونوا بخير وعلى خير. السيده وقع لها واحد المشكل، عندها قصه في وسط تيست خوتي العزاز. عاودي لنا اختي شنو وقع لك؟ دابا انا مع عائلتي ماتت صافي، اختي صافي قالت لي اجي سكني معانا، بقيت ساكنه معاها هي وراجلها. من بعد راجلها قال لي دخلي معايا في علاقه. انا في الاول ما تقبلتش هذه، قلت انا جايه ساكنه عند اختي ما نديرلهاش هكا. ملي سكنت معاها راجلها بدا كل مره كيتقرب مني صافي. انا قال لي غادي نتزوج بك وغادي نطلق اختك، اختك دابا انا وياها انا عامين ومازال ما ولدت ما والو صافي. قلت انا يمكن يكون كيقول الحقيقه صافي، حيت ديك الساعه اصلا ما عنديش شي واحد من عائلتي صافي. دخلنا انا وياها في علاقه، من بعد حملت منه، من بعد ملي كرشي بدات كتبان هو يقول لي صافي بدلي المدينه وعطاني الفلوس. من بعد من ولدت كنصوني ليه مبقاش كيجاوب. داس شي شهرين هكاك صافي، وانا نجي فين البلاصه فين ساكنين بقيتهم مبقاو ساكنين في ديك البلاصه. دابا انت ولدتي من راجل اختك؟ ولدت من راجل اختي. دابا شنو تيستي هو ولا شكون تيستي؟ تيستي هو راجل اختك. زيدي شوية قدام اختي الله يحفظك، هو اللي صيفطك لهنا؟ لا انا اللي جيت نتيستي. زعما هو اللي صيفطك لهاد المدينة بين ما تولدي انت هي. هادي هي النمرة اختي، هي ديك النمرة اللي عطيتيني الكبيرة. هادشي كتبتي راه هي النيت. ها هي قلتي من راجل اختك، دابا اختك اللي ساقت الخبر. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام خويا العزيز، كي داير؟ بخير هاني. الله يكبر بيك خويا، الله يحفظك. خويا العزيز، حنا واحد البرنامج تنطلقوا لي لايف بالليل، اييه كنربحوا ناس، واليوم واحد السيده كطالعه معنا في لايف ربحت جوج تليفونات وقسم الشراء ديال 10000 درهم، جوج ديال لي زابونمون العام كامل. انت ان شاء الله السيده تكون من الفائزين مع هذه السيده، غير هي الربحه تتكون ديال لي كوب الناس مصاحبين، وهي قالت لنا راه ديجا مصاحبه معاك دايره غولاسيون. الا ممكن تعطينا غير سميتها الا كنت هي اللي معنا، راه غتربحوا بجوج. مرحبا خويا، مرحبا. انا راه مجوج اخويا. مزوج؟ لا زعما ماشي، ما عندكش شي مصاحبش؟ زعما ما مصاحبش كاع، ما دايرش شغل؟ لا ما مصاحبش انا، وزعما ما دايرش مجوج انايا. واخا خويا زعما ندوز لك واحد السيده دوي معاك. واخا. الو الو، كيفاش تكون معاك؟ اللي حملتيها نسيتي؟ وانا مجوج اختي انا، شنو نقول لك انايا؟ فين حملتك انا؟ كيفاش فين حملتيني؟ حمدوني يبقى لها القطوط هيك. لا 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 مجوج. لا ولا غير ملي ماتت عائلتي، ماتوا عائلتي صافي، جيت سكنت معاك انت واختي، درتو فيا ما بغيتو بجوج. ولكن عرفتي علاش؟ شنو اللي علاش؟ هاد الشر ما عندوش اسباب، كيفاش علاش؟ اوكي انت كنت ما جيتش الطلاق، كنت حكيت لك مثلا مصير في الصايات، فهمتيني؟ كنت ما ايوا ديك الساعه، واخا لبس اللي لبس انا ديك الساعه. اي ديك الساعه انت راك مزوج. وي ولكن الشهوه ديالي انا ما فهمتيني؟ الشهوه ديالك راه تبرد في مراسك، ما تبرداش فيا انا. وهذيك لا 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 لا، هاد الهضره هاد الهضره ما قلتيهاش في الاول. في الاول كتقول لي انا واختك، دابا خليني ندوي عافاك. في الاول كتقول لي انا اختك، انا واختك دابا عامين باقا ما ولدناش صافي. قلتي لي دخلتي معايا انا وياك في غولاسيون، من بعد حملت منك، من بعد ملي شتي كرشي بدات كتبان عيشيني فلوس قلتي لي بدلي المدينه. ايوا ملي عاود ايوا ملي ولدت سيدي، ملي ولدت وجيت، ملي داز شهرين هكاك جيت
لقيتكم بدلتو المدينة، ما عرفتش كون فين مشيتو. وكنسمح ليا وعارفني وتلقيتي انا ما بخاطرك، عندي، عارفني انا وكنت محلي تسمح مقطوعة من الشجرة، ما عنديش شي واحد. ولكن انت تسمح لي تدخل بخاطرك، درت الشهوة ديالي انا ما قديش عندنا ما ايوا كتجي هضرتك، ايوا ودار وحدة الله. مقطوعة من الشجرة، راه عادي غادي تسمع من هضرتك اللي قلتي دابا نتاعي. ولكن انا انت بغيتي تشي راه خمتي انا درتي بخاطرك، بخاطري دابا درتي بخاطرك كيفاش بغيت بخاطري؟ ديك هضرتك كنتي تقول لي فين مشات. وكنت انا راه مجوز سمح لي يا اختي. ايوا ايوا الا ما قديتيش بيا وانا انا وهذاك الولد، ها حتى هذيك العلاقه اللي بينكم وبين اختي بانكم مزوجين ما غاديش تبقى اصلا. انا ديجا كانت اختي كتعيط ليا، كتعيط لي كنقول ليها انا خدامه تنشد كونجي ايوا وغادي نجي عندكم، ما بغاش نفرشك قدامها. وكنا تبدي تبدي عف دار الراس ليش غادي كما نجي؟ واش غادي تسيق حتى ولا غادي تسيقك انت؟ ولا هو انت ما تجوش بها محاش خضر ما تجيبكش انت راه الجواز ما نخافي تجوش بها هذيك الكلمه واخا تزوجتي بها، واش هي اللي عندها اختها الوحيده غادي تخليها؟ مش منيتك. ولكن شوفي اختي انت اللي بغيتي خاطرك باش تدخلي معايا الدار، انت معايا بخاطرك نعس ما معاك عندي ما بخاطري؟ ندير لك. ايوا ايوا ملي نعس معاك انا بخاطري ندير؟ انا ما عندي عقل مازال صغيره وانت هي اللي شارف. هو ندير انا ما عندي عقل؟ دير انا مازال صغيره ما عندي عقل. ايوا انت السيده راه عندك 30 عام، لما كنت نفكر انا فكرت نتايا، قول لي راه انت اللي غالطه ولا دابا صافي القلب ما لقيتي نشوف مزقال. الا بغيتي نشوف جوج نشوف جوج فاتر ما عنديش مشكل كيفاش شوف غنمشيو غيرك بجوج؟ ما كيتحركش شي غنمشيو كاخيرا حنا وكيتحرك بتلاجة، غنمشي بيها. انا وياك وولدنا. ايوا دابا انا مجوز اختك اختي انا راه صافي تلزم ايوا وداك الولد جوج شنو غنديرو؟ نمشي نلوحو؟ ايوا صافي الا بغيتي نمشي نعطاو الفلوس وكبري انت هي وعيشي واش منيتك؟ واش انا ولا باقا تبع صغيرة وضيعت حياتي معاك وكتقول لي انا عطاك بجوج الفلوس؟ بجوج مضيع عندك اختك انتوما بجوج مضيع عندك السيده كلمه الحق خويا الصراحه نقول لك واحد الهضره تيق بيا ويا خويا انا ما كانش خصني ندخل في هذا الشيء هذا ماشي ديالي وما بعيد عليا انت ما طلعتيش راجل مع اختها وهي ما طلعتش مرا مع اختها واش اللي علاش درتو ماشي انا ديال ولاد انا مازال بجوج بجوج صغيرة انا ما كنتش كنفكر، انا خصني ولكن نفكر اختي هو راه صغير صغيره خصك تفكري خطره لفتك شوف شوف ولا هادشي هذا هذا الصراحه ما بانش ليا فيها عرفتي علاش حيت بجوج غالطين وبجوج غدرتو اختك شوف وشوف اخويا بقاش كتدير الصايات والكولونات صاحبي مصير داك الشيء واش فهمتيني؟ وانت بقاش عم صافي زير من الاول شوف خويا العزيز من الاول كي خصك تخلي الاحترام بيناتكم مزير ولا الكولون قول لمرتك تلبس لك داكشي مزير وتلبس لك شويه الكولونه وتلبس لك داكشي هادي دابا من ديبار يا اما ما كانش خصك تكون معاكم يا اما كان خصك ديرها بحال اختك بعيده عليك ما تقربش ليها دير بزاف ديال الحوايج معاها واللي وقع وقع اخويا هادشي اللي كاين دابا. دابا هادشي انا اللي وقع راه متزوجش خصك تلقى ليه الحل دابا، صافي تحمل المسؤوليه انت، انت اللي دابا مسؤول. اصلا اختك غتفرج في هذا الفيديو شنو غتقولوا ليها اصلا انتم دابا بجوج وانا شو واحد انصح لي انا نقول لها جيت تخرج عندي بخاطر او نعتش معايا واش انت، واش انت دابا براحتك اسمعني، واش انت بعقلك ولا ما عندك عقل؟ انا دخلت عندك يلا انا ما عنديش ولكن العقل، انا ما ودابا عنديش سكوت العقل دابا، انا دابا عندي راسي انا، انا ما عنديش العقل صافي غنتيقك في هذه الهضره اللي قلتي دابا، انا ما عنديش العقل ياك ودخلت عندك. ايوا ايوا راك انت مزوج ديك الساعه تقول لي مزوج لا، يعني. هتقول لي لا، هتقول لي ما خصك ديري اختك هكا. ولكن انت اللي تقربتي ليا ما ديما ندير لك واش انت وراك شيطان جامد؟ واش شوف انت جامد ما وراك شيطان كتفكرش خدمتي بعقلك؟ الشيطان واش انت جامد ما كتفكرش بعقلك؟ راه انتوما بجوج اختي حمراء واه والله خو حتى مرا الشيطان راك واش عارفه شي كل غادر واحد. اختك وانت غادر مرتك واش اخويا انت منيتك دابا انت كتحس براسك راجل صاحبي وغدرتيها ومع اختها دابا هاد المراه هادي مسكينه تخيلوا معايا من غتسوق الخبر شنو غيوقع ليها ديجا في دماغها ما غتخيلهاش هي اختي نعس عليها خويا مع راه راسها غادي وانتوما خويا راه منيتكم غادي ما بين صاحبي بين اللي لي اخويا كتفلوا على الوقت ولا مرا عادين هادشي شوف نقول لكم واحد الحاجه هاد ها المشاكل هادي سبحان الله كثيره في البلاد وفي العالم باسره كاينين هاد المشاكل من نفس اللي ديبار كاين خويا اخويا. خدم عقلك باش ما تلقاوش مشاكل دابا وكان تخيل خويا كنت انت والد صونتي لينا اخويا الو شكون معانا تربح معانا اخويا هادي انا ما صونيت تخونيتش لك لهادشي يا انا اخويا. صونيت لك خويا العزيز باش تحلوا هاد المشكل هي ديجا اصلا جايه جايه باغا تكحل عليك حيت انت اللي داير لها هاد المشكل هي ديجا اختي ما تيست شوف الا شوف كانت ما انا اختار غاتيستكش كانت تعاود قصه واختها غتعرف بحال بحال المهم مورا اختها عارفه عارفه ومهم اختار مراتي انا وهي دبر راسها بعدي من دلنا انايا كيفاش دبر راسي؟ هذيك راه مرتك، انا حامله بولدك شاب عقلك ولا لا؟ بعدي من ندير لك اختي دابا عاد وليت اختك ديك الساعه كنت نعس انا وياك ما كنتش اختك. ايوا داك الشيطان دخل بيناتنا كاين شي شيطان. شيطان قدك كضحك بعدي من انتوما بجوج الشياطين الله يرزينا اخويا اختي ولا اخويا بجوج الشياطين شنو نقول لكم واحد الحاجه خويا العزيز نعطيك واحد النصيحه
تجي غطريح مع السيده ولا تعيط لها تما وتحلوا المشكل وتعاود لختها شنو كاين ديك الوليد ما تضيعوش تربيوه وتلقاو الحل بيناتكم، بغيتو نوقفوا معاكم نعاونكم نعاونوك. اما هذا الشيء اخويا غلط. انا كنت بغات بحال هذا الشيء نديرو معاه، ولكن شي حاجه اخرى ما رجعتش لها. انا عندي سير انت مراتي. شوف انت تدوي معاك عندك نمر تدوي معاها قول لها فين كاين وخليها تجي ولقاو الحل بيناتكم سليم باش ما تضيعوش ديك الولد وما تضيعش ديك السيده اللي انت مزوج بها وما تضيعوش كاملين لقاو الحل بيناتكم. صافي هذا شوف الحل مزيان، هذا نديرو هذا الحل. دابا هذا الحل مزيان، واش انت ما قديتيش قبل الهضره الاولى على تقد بهذه الهضره؟ لا ده ولا هو دليل، هو كاين ولا دليل غير كبير. ان فون قطعوا صافي تفتح لا التليفون راه كاين عاوتاني. فيديو دليل نعطيه لك اختي دير البوليس. هو دابا اختي الفيديو راه عندك انت صافي انا شاهد معك. صافي السلطه مزيان ترى تشوف هذا الفيديو، ما درتش معك الحل حنا غنوقفوا معك مزيانه. صافي ان شاء الله. المهم اخويا العزيز اسمح لينا ولا قلنا لك شي حاجه تقلقك ولا شي حاجه ماشي هذيك. المهم انا عصبتيني داك الشيء علاش؟ اسمح لنا اخويا.